رحب بحضراتكم معانا مرة تانية. دايما في فقرات كده بتبقى بتفتح النفس، بتحس انه ايه الحاجات الجميلة والايجابية والنماذج اللي بتنجح وبتشرف بلدها وبتشرف نفسها واسرها لما نلاقي تميز وتفوق من شبابنا ومن اطفالنا في مجالات بعينها. وهنا بنتكلم دايما على المستقبل، انك يبقى عندك جيل مثقف وقادر ان هو يعني يشتغل على نفسه ويبقى ليه حلم وهدف وينبغ ويتفوق ويتم تكريمه، فده بالتاكيد بيديله دفعه كمان انه يكمل المشوار بنفس الاداء ده. من ايام كنا بنتابع مسابقه المبدع الصغير اللي بتتم طبعا بتنظمها وزاره الثقافه وهي تحت رعايه السيده انتصار السيسي قرينه الرئيس طبعا، وكانت في المركز الثقافي الصيني، ويمكن ساعدنا بوجود اطفالنا وان هم خدوا يعني مراكز حلوة ويعني ألقاب جميلة، منها السفير الثقافي الصغير لدولة الصين، وكان من نصيب ساجد اللي مشرفنا النهارده. معالي السفير اهلا وسهلا بك. أهلا يا ساجد، بحضرتك. ازيك يا حبيبي؟ الحمد عامل لله ايه؟ تمام. اهلا اهلا. ومعانا البنوته الحلوه جمانه. جمانه فازت بجائزه التميز للمبدع الصغير لان جمانه القت قصيده وباللغه الصينيه. اهلا وسهلا بك يا جمانه. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. اهلا اهلا. يا ساجد، احنا اتكلمنا على التليفون شويه، فممكن نبدا مع جمانه الاول؟ تمام. مش البنات الاول بنكلمهم برده كده؟ طبعا. قولي لي يا جمانه، الأول فكرة المسابقة وتقدمت لها إزاي وعرفتي عنها إمتى وفين؟ احكي لنا شوية. هي الأول ماما على طول، هي دي مش أول مسابقة ليا طبعا. ماما على طول بتجيب لي مسابقات من على الفيسبوك من مركز القومي لثقافة الطب. احنا الأول كان ماما شافت على الفيسبوك فلقت المسابقة، بس احنا اصلا في جروب الموهوبين كانت عاملاه استاذه رضا الفخراني، هي مدير اداره الموهوبين بالجيزه، احنا بنسميها ام الموهوبين. هي دايما بتبعت علينا المسابقات بقى، فهي اتبعتت لنا مسابقه، فانا قريت الشروط مع ماما وعملت المسابقه زي اي مسابقه تانيه انا اشتركت فيها، بس الفرق ما بين اي المسابقه دي ومسابقات التانيه ان انا اتكلمت فيها باللغه الصينيه واتكلمت بالانجلش فيها. وانت اصلا ليكي في الصيني؟ يعني ما بندرسش صيني في المدارس صح؟ بس انا معجبه بثقافتهم ومعجبه بطريقه كلامهم وحروفهم المتميزه دي. طيب انت بتقولي دي كده، انت بقالك بتشتركي في مسابقات بقالك كام سنه يا جمانه؟ هو من اول ما بدات فتره كورونا، انا اول ما بدات بدات اشترك في مسابقات. ليه انت في سنه كام ولا عندك كام سنه؟ انا عندي 13 سنه. 13؟ يعني انت عندك 10 سنين تقريبا كده وانت في وطبعا بتروحي مراكز ثقافه رحت مركز ثقافي المركز القومي لثقافه الطب، رحت اتكرمت هناك كتير وكنت على طول دايما بروح علشان مثلا اتكرم، بس في مسابقات مختلفه. انا اشتركت في اكثر من 15 مسابقه يمكن. ما شاء الله. كلها في الشعر يا جمانه؟ لا، هو اصلا انا اختصاصي الانيميشن، بحب اعمل شخصيات كرتونيه، بحب اعمل تحركات واقعد الف قصه واقعد اعمل الحاجات دي. هو بس انا بحب دايما انوع في مسابقاتي، ما بحبش افضل اثبت على نظام واحد. يا سلام. جميل. طيب ساجد، قول لنا برضو انت بدات الموضوع ازاي وجات معاك ازاي المسابقه؟ في البدايه كان في مسابقه منظمها الصين، وكان المركز القومي لثقافه الطفل برئاسه الاستاذ محمد ناصف اللي طبعا بشكره جدا. هم رشحوني ان انا اشترك في المسابقه. طيب. واشتركت فيها الحمد لله. انا القيت شعر فيها باللغه الصينيه برضو. بس هو طبعا هي كانت لغه صعبه جدا جدا، بس انا كنت حاطط قصادي هدف وتشالنج ان انا ان شاء الله عايز ان انا اشرف اسم مصر وان انا يعني ارفع اسمها وسط الدول التانية. فطبعا تغلبت على صعوبه اللغه الصينيه بس، والحمد لله حاولت مره واثنين لغايه ما الحمد لله جت معايا. يعني انا لما كنت بسمع الصيني كنت بقول ايه ده استحاله اقوله، لكن الحمد لله يعني. طب الاول انت قلت لي دول تانية، كلمني على المنافسين برضو، من كام دوله اللي كانوا قدامك؟ كتير. قد ايه يعني؟ كان في مثلا طبعا من الصين، وكان في بقى من دول كتير، زي مثلا كان في من بلغاريا، كان في من باكستان، كان في من روسيا، كان في من دول تانية كتير يعني. طيب انا طبعا احنا لازم، انتوا واخدين الجايزه في قصائد باللغه الصينيه. ويعني ما عندناش هننزل الترجمه، ولو انتوا قلتوا لي انا مش هفهم انتوا بتقولوا ايه، فاحنا هنقولها كده بس تقولي سريعه بس ايه فكره القصيده، بتتكلم عن ايه، وسطرين كده شاطرين منها. نبتدي بساجد؟ تمام. يلا يا ساجد. هي القصيده هم مش يعني هم اربع ابيات.
طيب هم دول كانوا مطلوبين. هم عباره عن طب قولها الاول بعد كده انت تقول طيب. لنا بتتكلم عن تان تي افو سان تشين فوني مو تين اي تي مي بي بوم شي خيرن كاينيت سن شيتي كي يا روبي فين اوي تساتشيلو ارمي كوم جنتين. هي شكلها حلو. يعني حاسه انها هي بتتكلم عن التقاعس في العمل وعن قد ايه هو مش بيفيد المجتمعات وان هو بيضر المجتمعات. يعني حلوه ليها هدف طبعا, طبعا. قيمه العمل وان احنا نشتغل على نفسنا لينا ولبلدنا. انا بقى قصدك هي بقى مش قصيده قوي هو كانت الامنيه بالنسبه لي اللي هم المنافسين اللي في المسابقه واللي في الاولمبيات نفسها. انا حافظه جزء منها ومن شيوا نوليبا اوهو خيبي شو شين شا. هو لسه في كلام كتير بس المسابقه كانت من فتره طويله. فنسيتي يعني الباقي هو صعب أكثر. طيب طب هي بتتكلم عن ايه معناها ايه؟ هي للتمني للفوز بالمسابقين اللي مشاركين في المسابقه نفسها اللي احنا اشتركنا فيها. بتتمني الفوز لبقيه المتسابقين. وامنيه كمان للمسابقين اللي هم مشتركين في الاولمبيات الشتويه نفسها. طيب حفظته وحضرته في قد ايه جمان؟ هو تقريبا كده هو الفيديو عرفت اخلصه في يوم بس هو الفكره كلها في المنطقه اللي انا قاعده اتكلم في السن كده. وبرده يا ساكر لا انا الحمد لله يعني ما طولتش قوي بس انا بعد يعني انا بعد ما سلمت الفيديو بتاع الشعر طلبوا بعدها مني فيديو تاني بتكلم فيه عن بيقولوا لي تجربتي مع تعلم الثقافه الصينيه وانا لو بقيت سفير هعمل ايه. طيب. وكل ده بالصيني. انا عملت ايه؟ عملته بالعربي وحاولته الانجليش ومن انجليش ترجمته بقى بالصيني عشان ما يبقاش يعني ترجمه حرفيه من العربي للصيني. فكنت بقول وخن كاو سن سي سي تونكو وخوا اي وي وجو تونكو توغو كواتيا رمي خوين خوا سوي وتتين روكو وشيتو خوا تاشي وخوتي ودتوم شيتيتي يتي تونكو وتا فيسبوك شاندا يمي تامبو جاجون ويتادون خوا. انا هنا كنت بقول اول مره اقعد عامله كده. طب بص اقول لك انا عاجبني حاجه كمان واثق والكلام فيه اداء يعني وروح كده اللي هو انت عارف انت بتقول ايه كويس يعني. كنت بتقول ايه بقى؟ تمام. هو معناه انا بقول ان انا شعرت بالسعاده البالغه في تعلم الثقافه الصينيه. فانا اعشق الصين بلدا وشعبا وثقافه. لذا قررت عندما اصبح سفير للصين ان انشر تلك الثقافه العظيمه بين زملائي وكذلك سوف انشرها عبر صفحتي على الفيسبوك. طب ما تقولوا لي بقى هو كده مسابقه وخلصت وقلنا الكلمتين بالصيني وخلاص ولا انتوا حبيتوا؟ ما هو الثقافه الصينيه هم ده بلد ليها تاريخ وحضاره كبيره ويعني قوه صناعيه كبيره جدا جدا محيره امريكا والعالم دلوقتي. فهل احنا ممكن نكمل في ده؟ حبيته ممكن ندرس ده كورسات في اللغه الصينيه بعد كده؟ يعني ايه رايك جمانة بتفكري في ايه؟ انا في رايي ان انا بحاول اتعلم اللغه الصينيه ودي طبعا دي البدايه دي مش النهايه اكيد. ان نفضل بقى اشترك في مسابقات اكتر واحاول ان انا اوصل لحلمي وانشر اسم مصر في العالم كله وان انا اتعلم بقى وابقى احاول ارفع راس مصر. حبيبتي باذن الله. وانت يا ساكر؟ انا من وانا صغير وانا اصلا نفسي ان انا اتعلم اللغه الصينيه. بس انا تقريبا ما كنتش بسمع صيني غير في فيلم فول الصين العظيم. بس انا كان نفسي لان كنت بسمع انها لغه يعني مش كل الناس يعني مش هلاقي كل الناس تعرف تتكلم صيني. يعني مثلا الانجليش في ناس كتير جدا بتتكلم انجليش عشان كده هتبقى مطلوب. طبعا طبعا. انا الحمد لله تمام انا شاطر في الانجليش بس عايز اتعلم كمان لغات تانية. وكان اكتر اللغات اللي انا نفسي اتعلمها تاني الصيني لان انا ملاحظ ان ايه يعني قليل لما الاقي حد متعلم صيني او بيعرف يعني يتكلم صيني من مصر. في كليات جديده بتخصصات ليها علاقه برضو باللغه الصينيه وبالثقافه الصينيه فيعني ممكن طبعا انت بقى تبقى انت كده السفير الصغير لدوله الصين. طبعا. مهامك ايه او هتعمل ايه يعني برضو ولا ده حاجه شرفيه كده وخلاص يا ساجد؟ لا طبعا ما هو نفس اللي انا قلته بقى في الفيديو. انا لو ممكن اكمل كمان الكلام اللي قلته بالصيني ده لسه كمان كان ليه تكمله. لا قول عادي ما كده كده انا مش عارفه انت بتقول ايه. بس هترجم لنا. هترجم. ده هيبقى تكمله للجزء الاولاني. يلا. وخيطي تنخاو من سن شامبوفن بلوى شي ايلي شي تييشو وشو ميشي وخيتو خنتو كواي تشنكو وخوا دشو وخوشي سيتوين.
تو يو تو كري تو يو. دي في الكلام ولا دي على لا 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 على حضرتك. تو يو تو كري تو يو يو كوتي هاو ذا تايرين تيا تشون كوجو يا دا كولا وكوتيا. انا هنا كنت بقول ان انا ان انا هتكلم عن مكونات الحضاره الصينيه من فنون الدفاع عن النفس، الفنون البصريه، المأكولات. وانا برضو حبيت قوي موضوع المأكولات عشان حسيت انها حاجه يعني انت بتعرف إيه؟ ثقافه الشعب برضو من الاكل. طبعا. بس وكنت بقول ان انا ان شاء الله لازم هتعلم لغه صينيه، وهتعلم وان انا كمان هقرا كتير عن الثقافه الصينيه حتى اكون خير سفير لدوله عريقه مثل الصين. بس هو ده اللي احنا عايزينه. جمانة يعني الف مبروك، والمسابقه الجايه برضو هدخلها، انت بقى خلاص تخصص مسابقات وجوائز، فطبعا كل التحيه كمان لماما للاسره نفسها، لان اكيد الاسره هي اللي بتدفع وبتقول يلا ومتابعه وتشوف ايه مسابقات وايه مراكز ثقافيه وازاي تكونوا. يعني نفسك تطلع ايه يا ساكت؟ انا طبعا ان شاء الله هكمل في مجال الشعر، لان انا كمان بكتب شعر. طيب. وانا نفسي ابقى ترانسليتر، لان انا بحب مجال الترجمه جدا. وان شاء الله بقى كمان اتخصص في لغات اكتر غير العربي والانجليش. تمام. وجمانة؟ نفسي ابقى رائدة فضاء واحط علم مصر على القمر. الله، ايه الحاجات الحلوه دي؟ ان شاء الله عليكم، ربنا يحميكم ويوفقكم يا رب، ودايما سعداء بيكم كده، وتبقوا في احسن حاجه واحسن حال، وتشرفوا يعني اسرتكم وبلدكم باذن الله. بإذن شكرا الله. يا ساجد. شكرا يا جمال. شرفتونا حبايبي. طيب، واحنا بنتكلم على اطفالنا، الحقيقه انه العداله بقى في انك في الثقافه وانك تهتم بالاولاد الصغيرين، بقول ده لانه لما بنشوف طبعا ابطالنا قادرون باختلاف ومن ذوي الهمم، وان ازاي يتم دمجهم في المجتمع، وازاي ما يكونوش محرومين من اي نشاط او من اي فعاليه، ويكونوا موجودين معانا ومستوعبينهم وفاهمينهم وقادرين نتعامل مع اختلافهم كمان بقوه، وتقدر تشتغل على المساحات اللي موجوده عندهم من هوايات او مواهب وتنميها اكتر. ده لانه عندنا في مسرحيه محترمه جدا جدا، هي كنز الدنيا، المسرحية بيخرجها كمان الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، وإحنا عارفين طبعا يعني أستاذ أشرف في حتة المسرح وإزاي بيطلع نجوم وأبطال وتجربة طبعا في مسرح مصر وغيره وغيره. فلما نجمنا الكبير أشرف عبد الباقي كمان يتبنى هذه المسألة ويشتغل على المسرحية دي، يعني تعتبر أول وأكبر عمل مسرحي يبقى فيه عدد كبير من المواهب الشابة من ذوي الهمم. المسرحية أو العمل بتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. احنا بنتكلم في عرض تاني أو يوم التاني من العرض، بس الحمد لله يا رب كان في إقبال كبير من الناس اللي كانوا حاضرين وموجودين، فنانين ورموز من الصحافة والإعلام، ويعني الكل مهتم وعايز، يعني حاجة حلوة انك يعني تشد على ايد الولاد، تشوف شغلهم، تقعد معاهم، ففعلا بتبقى دي طاقة وحاجة ايجابية جدا، بنشوف سعادتهم وبنشوف تقديرهم وبنشوف هم بيحسوا باللي فعلا بيحبهم وبيقدرهم ومهتم بيهم. فطبعا كل التحية لفناننا الكبير أشرف عبد الباقي ووزارة التضامن والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بكل تأكيد انه يتبنوا هذه المسألة ويشوفوا أولادنا ويديلهم الفرصة للنجاح وإثبات نفسهم. كده احنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن ان شاء الله بكرة يوم جديد في الحياة. اليوم أشوف حضراتكم على كل خير ان شاء الله يا رب.